ابصم لك بالعشره واضرب لك تعظيم سلام وانحني لك كمان. انت ايه اللي جابك هنا؟ تكسب يا فندينا. خدت الراجل تحت بطك وبلفته بكلمتين وانا اديتني الكتف التمام. راجل مين وكتف مين؟ روحي شوفي حالك. حالي ومالي وكل اللي حيلتي هما اللي خلوني اجي على هنا. وبعدين الحق عليا يعني ان انا عايز اعمل باصلي واوعيك من الحربايه اللي بتحوم حواليك. والله اعلم ناويلك على ايه. حربايه مين؟ اللي رامي سرك في عبها ومديها الامان. ويا اخويا مش شايفه اماره. تكلمي عن مين؟ مطرة. مطرة؟ ايه الحوار؟ خش في الموضوع. خش فين بقى؟ وترجع تنكر؟ انكر ايه؟ زي ما عملت مع الخال. ما انت جيت قدامه وجبت ورا وانكرت انك وديتني الشقه وفرجتني عليها. فاكر الشقه اللي على المحاره؟ بس يلا انا ما بقاش في دماغي ولا شقه ولا ديول. خشي في الموضوع يا شوق وانجزي. ايه حوار مطره؟ ناويالي على ايه؟ وهيفيد بايه دلوقتي؟ ما خلاص الشقه رايحه لصاحبه نصيبها. ماشي قولي لي اللي عندك يا شوق واعتبر الشقة لسه موجودة. يعني في شقة على المحارة خميس. خلي وانا مريك يا خالي على الحوار. وهي اللي جت هنا عشان تقول لي على حوار مطر. يلا شوق. اسمعني يا خال. يا خال. يا خال.